اللي بتبتدي من عنده الحكاية. تقول لي موقفكوا هنا؟ احنا أملنا العملية وكله في الأليسكا. احنا قلنا نبعد عشان ما نلفتش الأنظار. انت متأكد الستيشن؟ احنا نبتديها بإيه؟ بس يا ستيشن ما تقهقش من أولها. صاحبي ما تقلقش، الدنيا أمان الأمان. اتكلنا على الله وراك. ياخد مكانه بسرعة. ايوه يا سيد. خلصت ولا لسه ميشو؟ هو انا سوبرمان؟ ما انا لسه سايبك من ربع ساعة. طب بقول لك ايه؟ خلص الليلة دي بقى بسرعة، وما تنساش وانت راجع تجيب لي الكريز الفاخر اللي جبته لي قبل كده، لحسن خرمان على الآخر. انا مش لسه جايب لك امبارح وعلى حسابي كمان؟ يا عم خالص. الله، الواد شامبونبوني بيصفوه سف. خلاص يا سيد خلاص هجيب لك، بس بقى افتكر. سلامة حبيبي. مكانك، سلم نفسك مش هتعرف تهرب. قلتلك مش هتعرف تهرب. وانت قوم قوم، في حركة مش طبيعية جوه الفيلا، والنور طفى ونور تاني. الظاهر ان العملية اتشمت من البوليس. ايه بوليس؟ يعني يا ستيشن هنمشي ونسيب مش لوحده؟ التعليمات ان احنا نفلق. نفلق؟ انا مش هسيب ميش وامشي يا ستيشن. خلاص خليك لوحدك عشان البوليس يجي ويوجب معاك برصاصة. رصاصة؟ لا وعليه اركب احسن اركب. اتنين على باب الرئيس وانت في الجنينة، تعال ورايا. تمام يا فندم. ايوه يا سيد. في تاني يا عم؟ بالراحه علي، لما تنساش وانت راجع تعدي على الحاتي وجيب لنا عشوه حلوه زي كده. مشمش ماشي. بقولك ايه، ونقلنا كده شويه فاكهه على ذوقك. وعلى مين بقى العشوه والفاكهه دي؟ يا عم ادفع وبحازمك، انت هتخوني. عايز حاجه تاني يا سيد؟ لا يا حبيبي، بس يلا بقى تعالى بسرعه. ها سلام بقى دلوقتي يا سيد، لحسن ظابط فؤاد ده مش ناوي يجيبها البر معايا. سلام. لقيته يا فندم.
غبي. فقرات النهارده يا لمياء يا حبيبتي كانت تجنن، حاجه رائعه. عجبتك؟ قوي قوي بجد يعني. مع انك شفتها يجي 50 مره، ايه اللي حصل؟ ايه الجديد يعني يا فاكين؟ ده انا حفظتها يا لمياء، ما انت عارفاني الحاجه اللي اشوفها مره واحده بس تنطبع على طول في دماغي. بس انا النهارده حاسس ان اول مره اشوفها. يا سلام. يمكن يا لمياء علشان يعني انا النهارده حاسس اني بحبك قوي بجد. طب يلا قولي بقى، ايه رايك في الفقره بتاعتي بتاعت النهارده؟ الفقره بتاعتك؟ اي بصراحه اي كانت وحشه، ما عجبتنيش خالص يا لمياء، علشان انت يا لمياء بتعمليها كده يعني تقضيه واجب، انما لو عملتها بحب صدقيني صدقي فطين هتبقى فقره ليها طعم حلو قوي. يعني انا طعمي ماسخ ورخم صح؟ لا ده الفقره. طب بص بقى، ايه رايك انك هتكمل لوحدك؟ لا لا يا لمياء، وشوف مين ده هيعديك من الكلب. لا لا كله اللي امسك لمياء لمياء هكسرها لك زي كل مره. لمياء طب عديني الكلب. طيب طب عديني الكلب وامشي. طب عديني لمياء. امشي بلا ماء بلا نيله. لمياء طب عديني. طب وامشي. لا لمياء يا رب يكون الكلب نايم. مش عارف الكلب ده مش عايز يصاحبني ليه، مع اني اموت وصاحبه. الحمد لله نايم. مع السلامة يا لمياء. الكلب بقوا كلبين. عايز ايه يا كيميا انت وبرشامة؟ السعادي. مساء الخير يا استاذ فطين. مساء النور يا اخويا، عايزين ايه دلوقتي؟ والله مش احنا اللي عايزين، المعلم شيكو مدريد هو اللي عايز. طب حضرتك بقى ممكن تقول له انت وصاحبك ان انا ان شاء الله هعدي بقى عليه بكره، عشان دلوقتي الله والمدرسه السلام عليكم. انت رايح فين؟ تعالى هنا. هتيجي معانا بالذوق ولا زي كل مره؟ طب خد دي بقى. مش هتحرك يعني مش هتحرك. الف شكر يا رجاله، الف شكر. ربنا يبارك لكم يا رب يا رب. ايه ده؟ مبلوله مبلوله الارض مبلوله. فكوه. فكوني فكوني. شكرا قوي شكرا قوي شكرا قوي شكرا قوي شكرا قوي. لو سمحت يا استاذ شيكو مدريد، انت انا كان ليا ملحوظه عند حضرتك. خلص. هو بيتكلم في ايه حضرتك يعني؟ ما انا مش كل مره اجي بالشكل ده. عيب عيب عليك، ده انا مدرس دراسات محترم، وقلت لك قبل كده ومش هقولها لك تاني. من السهل ان يحترمك الناس، ولكن من الصعب ان تحترم نفسك. قصدك ايه؟ انت هنا
قصدي يا شيكو يا مدريد، انا ماليش دعوه باللي بينك وما بين ميش واخويا، واللي ما بينك وما بين سيد بابا عايز مني ايه؟ ما تخافش. مش خايف، انا كده كده كنت عايز ارجع ورا اصلا. بص يا فطين، استاذ فطين من فضلك انا عاوزك توصل لي رساله. قلت لك قبل كده يا شيكو يا مدريد ومش هقولها لك تاني، انا مش حمام زاجل علشان اوصل رسائل، شوف لك حمامه غيري. هتوصل الرساله ولا زي كل مره؟ استغفر الله العظيم يا رب. مش هوصل حاجه، يعني مش هوصل حاجه. وبعدها لك ستيشن بتسحب الاكسجين من الاوضه، ما تخلص الكلام ما يخلص. وبعدين البوليس طب وفلقنا. يعني ايه؟ طارت العمليه بتاع الشهر ده. طب وميشو يا معلم؟ بتاعت خيخة. ميشو ده ما يتقلقش عليه، ده واد جن، وتلاقيه بس عدى جيب لنا شوية حاجات لزوم السهرة. يمكن يكون هو يا معلم ميشو، اروح افتح له؟ ميشو مين يا اهبل؟ ده اخويا انس، انا عارف خبطته. افتح له افتح له. سيد قلتها لك 100 مرة وهقولها تاني، الولد لو جرى له حاجة أنا مش عارف. ما يصحش الكلام ده يا أستاذ أنس. اهدى يا أنس، اهدى بزعابيبك الفاضية دي، وبلاش يا أخويا البوزن 4 في 6 اللي أنت ضاربهولي ده. حمك كلامك الأول وازم البرواز. ابنك لسه ما جاش لغاية دلوقتي وأنت ولا على بالك؟ برضه ما يصحش الكلام ده يا أستاذ أنس. ميشو يا ابني تمام التمام وزمانه جاي. أنا ما بتكلمش، أنا بتكلم عن فطين. فطين؟ ومن إمتى يا أخويا كان فطين ابني؟ ما انت طول عمرك واخده في حضنك، جاي تسن عليه دلوقتي؟ ما هو لو كان لقى اب يخاف عليه ويراعيه كان اترمى في حضنه. برضه ما يصحش الكلام ده يا استاذ انس. اسره خلص عشان انا مشغول، والكليب بتاع البيت شاكيرا اللي انا مستنيه ابتدى اهو. شاكيرا؟ انا كنت عارف ان لغه الحوار لا تجدي مع امثالك. ايه ده؟ خد يا انس. خد انت قلت ايه يا انس؟ قلت ايه انت؟ انا ما قلتش حاجه، على جرايه سعيد انت هتضربني. ممكن قوي لو قعدت هنا اكتر من كده. تصبح على خير. وانت لا برضه ما يصحش الكلام ده يا استاذ انس. نايل انت اسكت، انت فاهم حاجه؟ تعالى اقعد. انا صاحب، انا ما يصحش. عم انس، عم انس، بقول لك ايه؟ انا مش عايزك تقلق على فطين. فطين كان قال لي النهارده ان هو هيروح السيرك عشان يقابل الاستاذه لاني. ما السيرك خلص بقاله ساعة. ما انت عارف الاستاذ فطين وعوايده، تلاقيه بعد ما خلص راح قرا كتاب هنا ولا هناك. ما انت عارف ان فكره غير فكرنا خالص، فكره دايما في العلالي، ربنا يعليه كمان وكمان. انا شيكو مدريد يا انا شيكو مدريد اللي كل الحرامية تقايل اللي في البلد بيدوني التحية ويدوسوا على الزرار ويرفعوا الشعار اول ما يسمعوا اسمي. يعني شيكو مدريد يا اول ما يقول يا شر شطر يبقى الطوفان جاي والكل يدخل الجحور ويقول يا حته داريني. يا استاذ شيكو والله العظيم ثلاثة انا حافظ كل اللي حضرتك بتقوله ولسه هتقوله ومستعد اسمعه لك واللي منزلني. هتوصل الرساله ولا مش هتوصلها؟ هو حد قال لا؟ حضرتك انا هوصلها لك يا جميل يا قمر. وانت هتلاقي حمامه ساجله غيري فين بس يا شيكو يا مدريد يا قمر. نزلني نزلوه نزلوه. ابو سيدك بسرعه 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 بسرعه. ايه هي الرساله؟ عارف هتقول لهم ايه؟ ابعدوا عن شيكو مدريد. ها؟ المره اللي فاتت ببلغ البوليس، المره اللي جايه شيكو مدريد هيبلغ عزرائيل. شيكو، بالنسبه للكتاب اللي انا كنت مديهولك قريته ولا لسه؟ علم النفس والجريمه. عشان انا اتوب عن الجريمه. ها؟ وابوك واخوك يبقوا ملوك الجريمه. من لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته. غوروه من وش. ما تقولش وشي. بابا انا فكرت وقررت، لقيت يعني
ان انا وفاطين ما ينفعش نكمل مع بعض تاني. انا برضو بقول كده. انا بفكر يعني ان انا بكرة الصبح وانا في المدرسة ارميله الدبلة في وشه واقوله انا مش عايزاك ومش هينفع نكمل مع بعض. انا برضو بقول كده. بابا هو انا صحيح الفقرة بتاعتي ملهاش طعم؟ يعني بابا حلوة جميلة هايلة. امال ايه بقى؟ تقلبوا لي الدنيا على ميشو، تدوروا عليه وتجيبوه من الارض، روحوا كل الاماكن اللي بيتواجد فيها، عايزوا الليلة دي يبات هنا في الحجز. تمام يا باشا. اتفضلوا. ها يا فؤاد، عملت ايه ببلاغ الفيلا؟ هرب يا عمر، هرب، بس مش هسيبه. طب وانت عرفت مين اللي كان بيسرق؟ هو في غيره؟ ميشو. انت شفته؟ ما شفتوش، كان حاطط ماسك مخبي وشه، بس انا متأكد انه هو. انت يا فؤاد ليه حاطط الواد ده في دماغك؟ مش يمكن حد تاني؟ بقول لك هو يا عمر، طريقته في السرقة وفي الهروب، انا حافظه. انا أول مرة لقيت مركز مع مجرم قوي كده، مع ان قانونا مش مجرم، لان حتى ما عندوش ولا سابقه واحده. بس على ايدي هتكتب له اول سابقه. عمري ما هنسى انه كان السبب في تاخير ترقياتي وتحويلي للتحقيق. ننزل شوف فيه ايه. ازاي متاكد انه ميشو؟ مع انك بتقول انه كان لابس كاب ورافع يد الشكت. انا عمري هنسى شكله يا عمر. السيجاره اللي في بقه اللي على طول مش مولعه. بعديها طلبت نقلي هنا لما عرفت انه تابع دايره الاسم ده. اسيبك انا بقى لحسن شكل ليلتك كده مطوله. سلام. لا لا لا، ده زمان الظابط فؤاد هيتجنن من اللي مش عمله فيه. ده اللي مفرحكم قوي؟ مش هممكم ان كنت ممكن اتمسك في العمليه؟ فشل. اوعى تقول كده، عيب عليك. ده انت ابني ياض، مش ميشو اللي يقع ويتمسك. ده انا مربيك على الغالي. وبرافو عليك يا ميشو، الكريزي اللي انت جايبه ده مزاج المزاج. بقولك يا سيد، انا ليه استكين يعني 2000 جنيه حق العمليه. ليه كده يا ميشو؟ ليه هتحرق دمي؟ الله، انت هتلوم مع ابوك ولا ايه؟ وبعدين العمليه دي اتشمت، انتوا جايين الابيض يا ورد. سيد حاوي، ده انا ميشو، يعني تديني ماني تلاقيني فاضي. ولو مفيش ماني يا ميشو؟ مفيش ماني مفيش فاني. ايه ده؟ انت جننت يا ميشو؟ حاسس كتير على رقبه ابوك، قصت موتنا يا ميشو. عندك حق، عيب برضه. ابو سيدك يا معلم، اديله، انت عارف ميشو. خلاص خلاص يا عم الموري، انا كنت بهزر معاك. اتفضل، بس عشان تبقى فوني. ها
كده تمام. والكريز بقى الفاخر ابو السيد واجب من ابنك ميشو. الف شكر يا رجاله، الف شكر على التوصيله، مع الف سلامه. مساء الخير يا بابا، مساء الخير يا ميشو، مساء الخير يا رجاله بابا، تصبحوا على خير. خد يالا هنا، انت قاعد داخل على اوضتك ولا خارج من الحمام؟ مين عمل فيك كده يا بابا؟ اولا انا مش يقعد ولا ثانيا بقى انا اسمي فاطين، وبعدين بقى كل اللي معمول فيا دون بقى بسببك انت يا بابا. شوف الواد قليل الأدب بيبوق في ابوه ازاي؟ ده ناقص يهددني بالسكينه. مش هتوصل لحد كده يا سيد وانا موجود، استنى انت بس. مين اللي عمل فيك كده يعني؟ شيكو مدريد في الهنجر بتاعه. انت ايه اللي وداك هناك؟ رحت له زي كل مره بالغصب يعني. وعمل كده ليه شيكو الكلب ده؟ علشان يوصل لكم رساله. وايه الرساله؟ عار عيلة سيد الحاوي. الله يسامحك يا بابا، شيكو مدريد هو اللي بلغ عن عمليه النهارده وبيقول لكم ابعدوا عني احسن لكم. يعني شيكو هو اللي بلغ عن العمليه؟ ماشي يا شيكو، ليك هو. وانت قلت له ايه لما عرفت يا سيد الرجاله؟ قلت له حاضر بس بصوت عالي جدا. لا ولا راجل سبع رجاله في بعض. بعد اذنكم تصبحوا على خير. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا ميشو يا معلم سيد، يا ميشو يا معلم سيد. ايه اللي حصل يا سوسته؟ المخبرين مرشقين في كل حته وعمالين يدوروا على ميشو. الظابط فؤاد شكله موصيهم. يا نهار اسود، بيقول لك مخبرين، هتعمل ايه يا ميشو؟ يبقى كده ملهاش غير حل واحد عشان نخلص. مساء الفل يا باشا، ميشو تحت امرك. فاكرني مش هعرف اجيبك يالا؟ انا جاي وبنفسي يا باشا لحد عندك لما عرفت انك بتسال عليا. خير يا باشا؟ وحشتك مش كده؟ ايه اللي وداك النهارده فيلا الزهور؟ كنت ناوي تشطها ها؟ فيلا ايه يا باشا؟ انا مش فاهم سعادتك. الفيلا اللي كنت فيها النهارده من ساعتين، ولما حسيت بالبوليس جاي هربت بأمارة ما كنت مخبي وشك. باشا انا مش فاهم ساعتك بتتكلم عن ايه بالظبط. انا لا مؤاخذه كنت في السيما، ولو محتاج احكي لك الفيلم انا ما عنديش مانع، بس محتاجين كوبايتين شاي. هتشرب؟ غريبه قوي الجزمه اللي انت لابسها دي، نفس الجزمه اللي كان لابسها الحرامي. سبحان الله. والله يا باشا يخلق من الجزم 40 و41 كمان. انت هتستهبل يا روح امك؟ ومال همي بس يا باشا. ايه زعلتك دي قوي يا ابن يا ابن الايه؟ تمام يا باشا، دورنا عليه مش في كل حته، مش موجود. ما انا موجود يا عم ابراهيم. تاخد الواد ترميه في الحجز ويتعمل له محضر محاوله سرقه الفيلا وفيش وتشبيه جديد. انا مش عارف بس انت ليه مركز قوي كده معايا. لو قعدت تفتكر انك هتفلت من تحت ايدي انا وراك لحد ما تيجي هنا بنفسك وتعمل كهربت دحروب. تصبح على خير يا باشا. يلا يا عم ابراهيم. انا اقول لي يا عم ابراهيم، الواد علي ابنك عمل ايه في الامتحانات؟ والله مزهقني، ما نافع لا في امتحانات ولا في مدرسه ولا في حاجه. لما تتاخر بعد كده بقى يا فاطين تبقى ايه؟ تطلبني على المحمول تطمني. ها المحمول اللي انا جبتهولك. والله بصراحه يا عمي يعني انا بسيبه في اوضتي لان ما بحبش المحمول ده خالص، بس علشان خاطر حضرتك انا هباخده معايا بعد كده. قول لي بقى عملت ايه النهارده؟ انا يا عمي رحت المدرسه النهارده في ميعادي المعتاد زي كل مره، ودخلت على طابور المدرسه ثم القيت كلمه الصباح في الاذاعه المدرسيه، وبعدين دخلت على جدول حصصي والحمد لله خلصت كله، وبعدين دخلت على جدول حصص زملائي اللي ما جوش والحمد لله خلصت كله، وبعد المدرسه اخدت لمياء خطيبتي علشان اوصلها، واحنا في الطريق قعدنا اتكلم وحكيت لها عن قصه الحب الخالد اللي كان ما بين ايزيس واوزوريس، وفي وسط الحكايه سابتني ومشيت زي كل مره،
وبعدين جم رجالة شيكو مدريد وانا رحت معاهم يا عمي زي كل مرة. معلش معلش يا فاطين، بكرة لم يتفهم هي وغيرها انك مختلف عن الاخرين زي عمك. ها المكتبة كان ليها نصيب معاك النهاردة؟ طبعا يا عم انس، طبعا انا رحت المكتبة النهاردة والحمد لله قريت نص كتاب الهندسة المعمارية عند الفرعن، ووصيت كمان موظف المكتبة انه ان شاء الله بكرة يجيب لي العمارة الاسلامية. كده يبقى فاضل لك 9 كتب وتبقى قريت 1000 كتاب يا فطين. انا فخور بيك يا فطين، انت رمز للارادة والصمود وان شاء الله هتحقق رسالتك. ازاي بس يا عمي وانا كل ما احاول ابدا في تحقيق رسالتي دي مع ميشو احس اني فاشل؟ نفس اللي حصل لي مع ابوك، حاولت معاه لكن فشلت في اصلاحه وتغييره لحد ما حولني اليائس. لكن انت لا لا، انا لا اسمح انك تفشل يا فطين. انا برضو خايف يا عم. لماذا الخوف والشمس تغرب من ناحية وتشرق من ناحية اخرى؟ رجعت لي القوة يا عم انس، رجعتها لي. وميش اخويا هيتغير، يعني هيتغير ميشو زي ما هو ومش هيتغير. يعني لما اقول بي كوايت يبقى نكتم النفس، يعني اسمع الصمت الصمت وبس لحد ما نام، واللي عايز ينام ينام بس وهو واقف، واللي عايز ينزل ايده ينزلها بس هكسرها له. وادي نومه. خش يا بنت خش يا بنت، بقولك خش بالراحة. لعلمك بقى انا اعرف المأمور. مساء فل يا ولود المنحرف. راحة فين يا بنت؟ قلبي نفسك يا حمق. حلو ده، ده انا توتة اللي هيرضيني هيرضيني. ها خلاص خلاص يا بت، احنا طلعنا زمل. انت منين يا بت توتة؟ انا من اي حته خلقها ربنا. حد ليه شوق في حاجه؟ بقول لك ايه، ادي سجاره. ماشي بس ده بمزاجي مش بغصبانيه. خد يدوم يا توتة. وعشان انا توتة هكمل التحية. خدي عفاري، شكلك كده شايله الهم. ما بدخنش. طب يا اختي بلاش، مالك اول مره في الحبس؟ ايوه والله مظلومه، انا رجلي جت غصب عني لاجل رب العيال بعد موت ابوهم. لا استني، شكلها حكايه جامده قوي، اما نربع بقى عشان نعرف نحكي. يا اختي صباح الخير يا سمسمة، يا سمسمتي الحلوة. يا أبدي بروحي وعلي.
فاطين يا سفت. حاضر يا بابا. ليه بس ناحي البلبل ليه فكرني بالوضع؟ اسف السفت ده بدل ما قومك هسره على دماغك. قضيت اعزي تمام. حاضر يا بابا. الورد جميل جميل الورد، الورد جميل ولون أوراق عليها دليل من الأشواق. الله الله، صباح الخير يا عمي. صباح الخير يا حبيبي. ايه نمت كويس يا فاطين؟ الحمد لله كويس قوي، وحاسس ان النهارده ان شاء الله هيبقى من الايام المشرقه الجميله. ربنا يجعل ايامك كلها مشرقه يا حبيبي. لحظه واحده. السندوتشات وازازه الميه هم انا مجهزهم لك. ربنا يخليك ليا يا رب يا عم انس. ربنا يخليك ليا انت يا فاطين يا حبيبي. السلام عليكم. بعد استنى، حطيت الجرنان على صدرك النهارده برد قوي. لا حطيته طبعا يا عمي، وكمان من جرنان الاهرام والصفحه الاولى. ان شاء الله اشوفك كده منور الصفحه الاولى وانت بتستلم جايزه الدوله على ابحاثك. ان شاء الله يا عم انس بنفس حضرتك كده معايا. السلام عليكم بقى. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا رمز الخير والحب. عايز ايه؟ مهنة اللص دي مهنة تحتاج الى الخفة والسرعة، وانت بتنهج، يعني معنى ذلك اخترت المهنة الغلط. ابعد عني. عايز ايه؟ اولا ترجع الشنطة دي لصاحبتها، ثانيا تبطل المهنة دي لان علم النفس الحديث. علم نفس حديث مين؟ انا نفسي اتقطع. امسك. خد هنا يا لص. يا لص افهمك. يا نهار ابيض، معاد المدرسة. مدرسة. انا مش حرامي يا باشا، انا متعلم ومن الاوائل في الثانويه العامه كمان، ومتكرم من المحافظه ومن الوزاره، وممكن سيادتك تتاكد. وبعدين بقى يا باشا، في دستور وفي حقوق انسان وفي امم متحده، وظابط فؤاد باشا بيتعدى عليا بالالفاظ المشينه اللي بيعاقب عليها القانون. ها خلصت يا ميشو؟ خلصت يا باشا. طب اسمع بقى يا سيميشو، انا هسيبك تروح المره دي عشان مفيش حاجه ضدك خالص. شكرا يا باشا، بعد اذن سيادتك. ميشو. نعم يا باشا. يا ريت ما اشوفكش هنا تاني. اما بقى لو كنت خارج على القانون فصدقني هجيبك وهتجيني تاني. شكر يا باشا، وانا في خدمه القانون. لما انت قاري وعارف القانون كويس كده، سرقت الشنطه ليه يا حلو؟ اولا حضرتك انا ما سرقت الشنط، ثانيا انا مش حلو. والناس اللي مسكوك دول وجابوك لحد هنا، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ حضرتك دول فاهمين غلط. الو؟ ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، حالا. حطوه في الحجز لحد ما اجي لكم. حجز ايه؟ حضرتك انا الاستاذ فاطين مدرس الدراسات، انا اعترض وبشدة. انا اعترض وبشدة. صباح الخير. انتوا واقفين كده ليه؟ يا فندم الولد ده مجرم خطير. مش بالكلام يا حضرة الضابط، لو فعلا هو مجرم خطير وقدر يهرب فكده هيبقى في تقصير من ناحيتنا. يا فندم انا، يا حضرة الضابط ركز في شغلك اكتر من كده شويه. تحت امرك يا فندم. شوف يا فؤاد، انا عارف ان انت مش ظباط عندي هنا، وعارف يعني ايه تنفيذ قانون، وده بقى اللي احنا بنشتغل من خلاله مش من خلال حاجه تانية. مفهوم؟ مفهوم يا فندم.
علشان كده عمر الإجرام ما جاب نتيجة إيجابية لصاحبه. بالعكس، المجرم بيعيش دايما يا إما مطارد يا إما مهان، وما بيستمتعش بالحرية العظيمة اللي احنا اتولدنا فيها. علشان كده التاريخ لا يذكرهم ولا يتذكرهم، وإذا ذكرهم ذكروا بالسوء. لذلك احنا كلنا كده من النهاردة عايزين نتعاهد ونبدأ من دلوقتي. وكما قال نيتشه: لا تمشي في طريق من طرق الحياة إلا ومعك صوت عزيز.